يرون الشرك لأجل السيوطي، قاتلهم الله. سمعتوا ايش عم يقول؟ صاروا يبررون الشرك من أجل السيوطي، قاتلهم الله. طيب، وإذا شفنا واحد عمال يبرر الشرك لغير السيوطي، للسفاريني مثلا، وكان هذا الواحد الشاموسي نفسه، بيصير نقول يا ترى الشاموسي يبرر الشرك من أجل السفاريني قاتله الله؟ يعني قاتل الله الشموسة، يعني مش قاتل الله السفاريني حسب كلامه. طبعا نحن وريناكم كيف برر الشرك، معنا الشرك عند ابن عثيمين نفسه، لأنه ابن عثيمين سئل عن هذا الذي قاله السفاريني، قال هذا شرك في الربوبية وفي الألوهية معا. لذلك واحد أنا زمان قلت له هات لي واحد من أهل السنة، عرضت أنا قطعة تيك توك وسجلتها ونزلت على قناتي، قام قال لي سفاريني من أهل السنة. قلت له هذا سفاريني مشرك شركا أكبر وأصغر. لا، مشترك في الكوف الأولية وفي الربوبية معا عندكم، وجبت له كلام نفسي. خلينا نسمع مرة تاني كلامه من خلال قناة أبي عمر الباحث. لحظة اسمع الجميل في الموضوع، ان هو عشان عايز يتهم الامام السيوطي قال ايه؟ السيوطي قال استغاث، قال عن نفسي استغاث، ما قال توسل. طيب عرفتم؟ يعني نحن عرضناه المرة الماضية حتى تعرفوا كيف انه هذا يعني كيف يحكم. طبعا كالوهابي يعني يوم لو ما كان يتحكم بهم الهوى ما كانوا خرجوا بهذا الذي من المصائب هذه التي خرجوا بها. نفس الامر، الاستغاثه بالنبي اللي هو حكم على السيوطي بانه اشرك وان الله لن يغفر له، انه قال بدليل الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والسفاريني تأول له. ممتاز، بنفس طريقتك الإمام السفاريني أيضا قال إنه استغاث بالنبي، فلماذا فسرت استغاثته أنها بمعنى الشفاعة والمساعدة؟ اسمعوا هلا كلام الشموسي كيف فعلا عمال بيقول لك إنه لا هذا استغاثه يعني ساعده. اسمعوا يعني طلب من النبي أن يساعده. طبعا احنا ما جبنا لكم توثيق ان هذا الذي سوغه الشموسي الان حتى هو كان مع الشفاعه هو شرك اكبر عند ابن عبد الوهاب، احنا ما وثقناه، شو وثقه الان ان شاء الله. ومتخيل موقفه كيف اتى يوم القيامه بلا علم ولا عمل ويقول انه بياخذ بيدي تشفع لي ساعدني كذا تشفع لي ساعدني كذا. صار بمعنى الاستغاثه اذا مش بمعنى العباده، اذا واحد استغاث بالنبي مش معناته ليس بمعنى انه عبده كما كنتم تقولون، يعني لا استغاثه يعني طلب منه أن يساعده. عرفتم؟ طبعا هذا المعنى أكده أخونا على قناة ربانيون، أكده بحلقات كثيرة، أنه أنتم تقولون الشفاعة الاستغاثة بمعنى العبادة، الاستغاثة ليست بمعنى العبادة، استغاثة بمعنى أنه يطلب الغوث أن يساعده، مش أن يطلب أن يعبده، مش أنه يعبده. طيب الآن طبعا أبو عمر واحس أنا سمعناكم كلامه أنه عقب عليه وقال له أنت معناته وجدت أنه أيضا يعني معاني جديدة للاستغاثة لحتى تسوغ ما قاله السفاريني. الآن ظهرت معاني أخرى جديدة لكلمة الاستغاثة، الآن اضطر التكفير الكذوب إلى الاعتراف بأن الاستغاثة لها معاني أخرى غير الدعاء. لماذا؟ وطبعا أخونا أبو عمر باحث ما بعرف يعني يفعل هذا عن طيب قلب، وما يعرف أنه أصلا الوهاء هذا الشموسي هذا يعني هو ينطق عن المذهب الوهابي ككل، لكن في موقفه الأول لما قال بأن السيوطي لما استغاث اللي هو هذا الشرك أكبر وكذا، أما موقفه الثاني لما سوق الاستغاثة للسفاريني هو الآن وقع فيما قال بأنه يبررون الشرك من أجل السيوطي. صرنا هلأ نحن نقول يبررون الشموسي من الذين يبررون الشرك من أجل السفاريني. على أبين لكم كما قلت لك في الحلقة الماضية عند ابن عبد الوهاب الشفاعة لا تطلب إلا من الله، لا تطلب لا من الأحياء ولا من الأموات ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من الله. أريكم الآن الوثائق عليها هذه. أما الاستغاثة بقى
نعم استغاثة ابن عبد الوهاب يجيزها في من الحيب فيما يقدر عليه في الدنيا وكذا، ممكن في الآخرة كما لأنهن حملوا استغاثوا حملوا حديث استغاثوا في آدم أنه يعني طلبوا منه أنه من باب طلب الحي فيما يقدر عليه. طبعا هنا ليس في محل هذا الكلام لأنه هم استغاثوا من آدم أن ينجيهم من الموقف، وهذا استغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه، من يستطيع أن ينجيه من أهوال يوم القيامة غير سوى الله؟ لكن هم أرادوا أن يدفعوا حديث البخاري بأي شيء، حتى إذا كانوا كذلك استغاثوا بآدم ثم الحديث. الآن نريكم بقى هذا أول شيء استغاثة نص استغاثة السفاريني وماذا قال عن ابن عثيمين. أحد أخواني الكرام هذا هنا سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، يقول له يسأله عن قول السفاري في غذاء الألباب: يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي إني أتيت بلا علم ولا عمل. يخاطب رسول الله أن يأخذ بيده، فبيقول له هذا شرك أو شيء يجادل أنه صدر ولا ما صدر، بيقول له بل صدر منه. فيقول له ابن عثيمين: هذا شرك في الربوبية والألوهية. الشاموسي إيش قال؟ قال لا، هذا بمعنى ساعدني، يعني الشموسي يبرر الشرك يسوغ الشرك، أنه في خلاف أنه هل يجوز كلمة لغوية طبعا يبرر ولا يسوغ، يعني في ناس لا تسوغ كلمة لا تبرر كلمة يبرر، إنما أنه الأفضل أن يقال يسوغ. طيب يبرر لأنه كلمة برر يعني فعل برا مع فلان أبرى أبا هكذا يقال، لكن في وجه كما هي العادة أنه لا في وجه لغة أنه يجوز. طيب على كل فالآن الشموسي يقع في الشرك الذي عفوا يبرر الشرك من أجل السفارين، لأنه هذا كلام السفارين: يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي. بالمناسبة هذا قاله مثل هذه الاستغاثة قالها ابن حجر العسقلاني في ديوانه، وأنا عرضتها مرة لاحظ هنا، وقال غيره ابن الحاج وغيره من العلماء، لاحظونا لاحظونا نبي الله يعني يا نبي الله يا خير البرايا بجاهك أتقي فصل القضاء، شوف لاحظ، فقل يا أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بلا شقائه. لما النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك اذهب إلى دار النعيم بلا شقائه، طبعا هذا الشرك عند الوهابين. هذا وقع مثله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، هذه أسألك مرافقتك في الجنة هذه شركة، لأنه النبي لا يملك أن يضعك في الجنة، النبي يملك أنه تسأل له يا رسول الله ادعو لي أن يدخل إلى الجنة، أي نعم يدعو لك، مع أنه هذا أصلا من جهة من بوجه أو بآخر بشكل أو بآخر هذا أصلا توسل بصلاحه صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه والتوسل بدعاء لأنه صالح، إذن يجوز التوسل بكل صالح. المهم لاحظ، المهم فهذا هنا الإيش هذا هنا هو الشموسي نفسه مرة عرض على قناته على حسابه على الفيسبوك على قناته هذه على الفيسبوك كلام اللجنة الدائمة، أنه هي قالت أنه هذا من المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها، هذه استغاثة السيوطي. سوف نقف في هذه الحلقة مع إمام طبعا هلا هذه هون خلينا فرجيكم سوف نقف في هذه الحلقة مع إمام كبير من أئمة المسلمين، ذلكم هو جلال الدين السيوطي. سيوطي إمامك؟ نعم أكيد. قبحك الله شوف هلا لمين بيصير قبحك الله توصل للفوزان هلا اسمعوا الإمام السيوطي. سيوطي إمامك؟ نعم أكيد. هذا واحد نطبقه هذا الفيديو على اليوتيوب بحك الله شو صار هلا بحك الله، لأنه هذا الشموسي هذا مع أنه حدادي بيدافع عن الفوزان وكذا وإلى آخره، لأنه هو أصلا ما عنده رأس مال غير الفوزان وابن باز والله إلى آخره. در المنثور هذه مكتوب طيبة حقيقة لمن الشيوخ رحمه الله تبارك. فالمهم هذا ما مش من هون محل الشاهد، اوريكم بس الاستغاثة الشموسي مرة عرض، لاحظوا هذه الشموسي مرة عرض، شوف انه سئلت اللجنة الدائمة انه شوف انه قضية الاستغاثة التي وقع فيها السيوطي والنبهاني انه هل هي من باب من اخطأ فله اجر وان اصاب له اجر، قالت لا هذه في المسائل النظرية. طبعا هم الان خصصوا هذا الحديث بدون مخصص، النبي ما خصص ما قال في المسائل النظرية ولا الاجتهادية، هذا التخصيص اصلا مبتدع، منين جبتوا هذا؟ عرفتم
على كلام يعني وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب لا في المسائل، لا هذا يكون في المسائل النظرية الاجتهادية، لا فيما في لا من أخطأ بما ثبت بنص صريح ولا بما هو ولا فيما هو معلوم من دين الضرورة. طيب ايش جيب لك، اجيب لك واحد كمان يقول لك لا حتى الاستغاثة بالبدوي وكذا لا 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 نكفره ولا هم يحزنون. وهذا حصلت معي انا لما نظرت هذا سعد الشريف انا الوهابي السعودي في هذا الامر. ويكم اياه وننتهي. اغثني يا عيدروس خذ بيدي. ما هو حكم الشرع عندنا عن السلفين؟ حكمه ليس شركا، ليس شركا، لانه اما اقالة اما عن هون بقى بيقول لك اما جاهل او يعلم او حتى تعرف الوهابي مش متفقين في شيء. طبعا الشاموسي يقول لك لا هذا شرك قطعا.